نتيجة ما حدث من أعمال إرهابية لصالح إمكانية فوضى بمصالح إضافية. طيب كيف انعكست الآن هذه الهجمات الإرهابية الأخيرة على شعبية تريزا مي وحزب المحافظين بالذات؟ الجانب الأمني كما كنت أشير يعني متعلق بعدد الشرطة انعكس سلبا عليهم، لكن الآن هي تحاول تركيز أن المشكلة ليست هنا، المشكلة فيما يحدث في داخل بريطانيا عبر شبكات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من نوع من تعبئة لبعض الأشخاص، وبالتالي هي حملت مسؤولية لهذه الشركات وانتقت معقدة منها، وطبعا بعضهم يعني يتجاوب معه بأنه هناك ضرورة لوضع حد ينشر على وسائل الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي، يكون ذلك هو عنصر اساسي. يعني تعامل الان مع القضيه بجانبها مرتبط بشبكه الانترنت والتواصل الاجتماعي اكثر مما هو مرتبط بعدد الشرطه الذي يركز عليه. طيب لو سألناك دكتور صبحي عن قراءتك للمحصلة الإجمالية الآن لاستطلاعات الرأي مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. هناك استطلاعات يعني تقول أنه ممكن أن تخسر عددا من المقاعد، يعني هي الآن تحوز على حوالي 30